بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نشوف ديت. مظبوط مظبوط. بيقول لي افترض ان انت عندك مكعب من الثلج كبير ماله دوات، موجود في سي ووتر ماء البحر، السبيسيفيك جرافيتي بتاع الايس. سبيسيفيك جرافيتي يعني كثافة المادة على كثافة المية، دي اسمها سبيسيفيك جرافيتي، بدي رمز كده اس جي، خدناها دي كده. سبيسيفيك جرافيتي اللي كثافة السائل على كثافة المويه على قلب. اي ايوه دي الاس جي اللي هي كثافة السوليد او على كثافة مين الوطة. فاذا بيديني السبيسيفيك جرافيتي بتاع الايس، يبقى اقدر اجيب كده كثافة الايس، اضرب دي في 1000 يبقى 920، 920 وكثافة الثانية 1025 الليكويد اضرب في 1000 يبقى 1025. طيب بيقول لو كان 10 سم ارتفاع الجنب بتاع البلوك مال، الممتد فوق سطح الوتر اهو، يعني الجزء اللي باين ده هو ال 10 سنتي. فبيقول لي احسب لي ارتفاع الايس بلو السرفس ووتر، يبقى الاتش دي بكام؟ الاتش دي بكام؟ ومديني الحل اهو. طيب نيجي نقول له بما ان فور فلوتنج، فور الفلوتنج ايس، بقدر اقول الوزن بتاعها بيساوي قوة الدفع. طب الوزن بتاعها اللي هو هو بتاع الايس مضروبه في الحجم الكلي في جي اهو، وهو هنا ليكويد في في داش في جي. طيب انا سميته في داش لانه مش كل الجسم مغموق. طيب نيجي نشطب دي ونشطب دي اهو، ده هو ايس، الحجم ده اقدر اكتبه في الايه في ال، وهنا هو ايه في ال داش. كم شيء يبقى رو ال يساوي رو ال داش. تمام كده ماشي. اي ماشي. طيب قمت انا عملت ايه بقى؟ شطبت المساحة دي مع المساحة دي. طيب ننزل رو ايس تحت الرو ال داش. هو طالب الاتش، خلينا نمشي واحده واحده اهو. ال ال ديت هي عباره عن الضلع ده كله، هو ده ال ال، ده هو جنب طول ضلع الايه الايس. فهشيل ال ال دي واحط مكانها اتش زائد 10، الكثافه بتاعته هي بتاع الايس 920، هنا او كثافه نطلعها وننقص منها 10. ماشي. وال ال داش الطول الجزء المغمول اللي هو مين اتش، صح كده؟ انا سبتها اتش، ف اتش كلها لازم تطلع بالسنتي عشان انا سايبها كلها، ما حاولتش ال 10 ديت لسنتي لمتر، لا سبتها بالسنتي. طيب لو انا جيت وزعت يبقى انا 920 اتش زائد 9200 كده، هنا 1025 اتش، ودي اللي هي 920 اتش دي جه هنا، يبقى 1250 ناقص 920 فطلع لي 105 اتش، وهنا 9200. اذا بس هذه ليش شلنا الداش وحطينا اتش زي اللي قبل؟ ما الاتش دي ال داش ده اللي هو طول الجزء المغمور، مع قوة الدفع مرتبطة بحجم الجزء المغمور، والحجم اللي هو تمام. مساحة المقطع في طول الجزء المغمور، صح كده؟ طيب يبقى اذا الاتش 9200 على 1005 على الانصر، طلع طول الضلع طالع القيمة دي، هو بقى كيبقى كام؟ 1025 ولا 105؟ 105 105. اتأكد كده اهو، احنا خدنا 1025 ناقص 920 طلع 105. ايوه طلع تمام. هنا الحل اهو 67 87.6 من 10، مظبوط اهو مظبوط سنتي. طيب تعال نشوف، انا معايا هنا مساله اهي، في مساله تانية هنحلها في الميد قريبه من نفس فكره دي.
يعني مسألتين نفس النظام. بيقول لي نوت ايه، عندي اكتانجولا بونتون زي اللي هو اللي بنقول عليها العوامة ديت، اكتانجولا بونتون ديت بيديني الابعاد بتاعتها 5 متر لونج و3 متر الوايد والهايت 1 و2. فمن الشكل هو مساعدني الهايت اهو، وهذا الخمسة اهو، دي التلاتة، والوايد اللي انت مش شايفه او اللونج انا اسف هو ايه الخمس متر. هو جايب المقطع برضك من فوق اهو، ده من فوق ده توب فيو، والتاني ده سايد فيو، ده خمسة ودي دي تلاتة، ودي تعتبر التلاتة متر. طيب ايه اللي حصل؟ نطلع فوق تاني اهو. فبيقول لي ايه، ذا الدبس عمق الجزء المغموق الاميرشن اوف البونتون ديت 8/10 ان سي ووتر. قام جاي مساعدني برضه اهو، قال لي 8/10 الجزء اهو. المساله بقى بتاع الميد الثاني، لا هو خلاه يعين العمق ده، هنشوفها لما نيجي نحل ان شاء الله. طيب يبقى انا لو انا جيت تخيلت غسمه ايه كده كده، خلينا اظبطها اهو. سطح المايه فين اهو، معلش احنا لفيناه كده عشان تتخيلوه. العمق ده الجزء المغمور ده قال لي 8/10 متر، ودي 3 متر، ودي 5 متر، والضلع ده كله قال لي 1.2 متر. فبيقول لو كان السنتر اوف جرافيتي، السنتر اوف جرافيتي از 6/10 اباف ذا بوتوم. طيب ما هو السنتر اوف جرافيتي هو دايما هيكون في منتصف الضلع او في منتصف الوجه، ده الوجه اهو اللي انا شايفه كويس، طوله كام؟ 1 و2. اذا يعني 4/10 برا، المفروض يكون في السنتر يعني، ايوه السنتر بتاعها اللي ده هنا الجي، تحت 6/10 وفوق 6/10، صح كده؟ طيب وبعدين بيقول لي ديتيرماين الميتر سنتريك هايت الارتفاع بتاعها، وعلق على الاستابيليتي بتاع البلوك من ناحيه البوزيشن بتاعه، ومديني كثافه السي ووتر. طبعا هنشيل ديت كان ادي الكثافه اللي هي 1025. وبيقول لي المومنت اوف انيرشيا بتاع الشكل موجود القيمه بتاعته من ضمن الجداول او الارقام اللي هيديها لي. طيب احنا عايزين نعرف الشكل ده هل هو مستقر ولا لا؟ طبعا هو عمال العوامه ديت بتروح وتيجي شمال ويمين، مش قاعده ساكته. طيب فاحنا بنفترض الشكل الاستيبل بتاعها اهوت، واجي اطلع الام. طيب ده الجزء المغمور صح؟ فانت عايز تجيب السنتر بتاع قوه الدفع في منتصف القطعه دي او في منتصف الضلع ده 8/10 او مقسومه على الاثنين، اجي الاقيه هنا. يبقى انا عندي عشان نبقى كلامنا واحد، النقطه دي نسميها او، الاو بي 4/10 متر، والجزء ده 4/10 صح كده؟ الحته ديت 4/10، ومن اول هنا لحد هنا دي 6/10 لانها في نص الضلع، الجي ديت تتحط في منتصف طول الضلع، ماشي كده؟ طيب انت عايز تجيب الميتا سنتر، فبجيب حاجه اسمها الجي ام. القانون بتاعها بيقول لي تيجي تجيب البي ام ناقص البي جي. يا استاذ الام دي فين؟ انا بتخيل دلوقتي عشان بس افهم الحل، الام دي كانها هنا. فانت عايز تجيب الجي ام اللي هو الطول ده، بجيبه ازاي؟ بجيب البي ام يعني الحته دي كلها اهو، ناقص اللون الثاني ده، ناقص دي، خلي اللون الاخضر ده اهو، ناقص الحته دي الخضره دي. والله طلعت موجه بيبقى افتراضي صحيح، طلع السالب يبقى لا ده هو هيتقلب. طيب نمسك واحد واحد، نمسك السهل الاول اللي هو البي جي اللي هو الحته الخضره دي، هتجيبها ازاي؟ اهو اجيب الطول او جي ناقص الطول او بي،
هنا أستاذ أو جي أهي، وفين أو بي؟ عندنا لون تاني أهو أهي. ما أنا ما عندي الأو جي، الأو جي اللي هي 6 من 10 هو اللي مساعدني مديها لي، والأو بي هي نص الجزء المغموق. يعني دي يا أستاذ 6 من 10 والأو بي نص الجزء المغموق اللي هو 4 من 10، يعني يطلع 2 من 10 متر. يبقى أنا كده جبت الضلع أو الحتة اللي اسمها بي جي، بي جي اللي هي دي دلوقتي أهي. أوديها لون تاني خالص أهو، يبقى أنا جبت دي. تعال نجيب بقى البي إم. البي إم إحنا جبنا البي جي، نجيب البي إم. قال لي البي إم قانونه كده أي على في. طيب مين الاي ومين الفي؟ الفي اللي هو حجم الجزء المغموق، الفي حجم الجزء المغموق. الضلع ده يا استاذ 8 من 10، وبعدين في 3 في 5، دي 3 ايوه ودي 5، في 3 في 5 ده حجم الجزء المغموق. خليها بالعربي معلش اهو، نضرب دول في بعض ايوه نعدل شويه. 5 في 3 في 8 هتطلع 40 12 متر تكعيب. 5 في 3 ب 15 تضربها في 8 من 10 تطلع 12. تعال نجيب الاي. الاي بنجيبه حوالين الضلع الاصغر. مين؟ الجنب حتى اللي هو سمهولي ده من فوق ايوه. بجيب يا ترى يتقلب كده اسهل ولا يتقلب كده اسهل؟ قال لي الضلع الصغير الثلاثة دي اسهل، لو هو يتقلب كده يبقى مقاومته صغيره يقدر يقلبه. فبنكتب الاي 1 على 12، الضلع الكبير 5 فالضلع الصغير 3. يبقى انا ماليش دعوه بالجزء المغموق خالص اللي تحت، لا انا ليا دعوه بين بالسطح. احسب ديت طلعت 11 2 5 متر تكعيب. اكمل يعني دائما الضلع الصغير هو التكعيب. اه هو التكعيب. يبقى ده البي ام بقى، ده الاي، وده الفي 12 طلعت 94. ارجع هنا اذا الجي ام والله طلعت موجب، يبقى افتراضنا صحيح والراجل ده يبقى مستقر. ده الجي ام. البي ام 94 ناقص البي جي اهو يا استاذ، البي جي اهو 2 من 10 طلع موجب، طلع موجب هيطلع لي 0.74 متر. يبقى ده ستيبل. المساله الثانيه بتاع المتر يخليني بس اطلع ال 8 من 10 دي وبعدين تكمل. هتطلعها ازاي؟ مديني الوزن بتاع الجسم ده فاقدر اطلع حجم الجزء المغموق. هنشوفها لما نيجي نحل المتر ان شاء الله. الحين استاذي الاسئله اللي احنا قاعدين نحلها هل هي شامله للمتر؟ بس دقيقه خلينا نقفل التسجيل. التوتوريال الاسئله اللي نحلها احنا الحين هل هي ان شاء الله يعني حلينا شيء كبير من المتر ولا عاد ورانا شيء اكثر من كذا؟ لا احنا هنرجع بقى للمتر هتلاقي نفس الاسئله اللي احنا حليناها في اللي هو محدده هي يعني نفسها. احنا كل مره نشوف اسئله كلها اول ذات اول ذات، هل احنا ان شاء الله يعني حلينا جزء كبير منها؟ ايوه احنا يعني انت ما تيجي تشوف المتر هتقول ما احنا خدنا دي وخدنا دي وخدنا دي، انما ديت هذا دي هذا السؤال يعني انا بس كل خوفي اني لما اخلص مذاكره الدروس هذه اروح ما الحق اذاكر المتر. لا ازاي؟ لا هي نفس المسائل، احنا خدنا كل المسائل اللي هو بيجيب منها المتر. كويس يبقى احنا فاضل لنا ان شاء الله الحصه الجايه شطه فوق هناخد تعريفين. يبدأ لها الحصه؟ ايوه هم تعريفين ومساله واحده بس. مساله واحده بنطبق عليها التعريفات كلها بتاع شطه فوق. تمام. الله الله يعطيك العافيه يا ابو علي، شكرا جزيلا لك. اشوفك على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.